الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المقطع الرابع من المقاطع التي خصصتها لمناهج البحث العلمي. قدمنا في الأول مراجعة بسيطة وتقدمة بسيطة عن البحث العلمي وأهميته في قطاع الأعمال والصناعة والتجارة وما شابه، ثم قدمنا في المقطع الثاني أهمية القرار العلمي المناسب، ثم الفرق بين الارتباط والسببية، وقدمنا كذلك الأمر عن الخطوة الأولى. الخطوة الأولى مهم جدا، شرحناها بالتفاصيل. الآن الخطوة الثانية من خطوات البحث العلمي، وهي مراجعة الأدبيات السابقة، وأقدمها في هذا المقطع، وعلى بركة الله نبدأ. ينظر إلى موضوع مراجعة الأدبيات السابقة باعتباره شكل من أشكال التوثيق الشامل للأعمال المنشورة وغير المنشورة. أرجو الانتباه هنا، الأعمال المنشورة وغير المنشورة إذا كانت متوافرة اللهم، ومصدرا ثانويا من مصادر البيانات حول المسألة المراد بحثها. يكمن الهدف الرئيس من مراجعة الأدبيات السابقة في إيجاد المسائل التي بحثت في السابق والمسائل التي بقيت من غير بحث كاف وتحتاج إلى المزيد من البحث. تعتبر مراجعة الأدبيات السابقة بأنها مسح للسورفي أو سكاني موسع لكل ما كتب حول مسألة البحث أو ما له صلة بها. تزودنا مراجعة الأدبيات السابقة طبعا بمعلومات عن أفكار السابقين علينا والمسائل التي خاضوا فيها والنتائج التي وصلوا إليها وما قاموا به كي يحلوا المسائل والقضايا والتحديات التي واجهوها. الهدف من مراجعة الأدبيات السابقة كسب المزيد من المعرفة حول مسألة البحث، ثم تحديد المفاهيم المتصلة بها في الأبحاث السابقة والعلاقات الممكنة معها وصياغة الفرضيات القابلة للبحث، ثم تساعد في اختيار المنهج المناسب وتصميم البحث وطرق قياس المفاهيم وتحليلها. التعرف على مصادر البيانات التي استخدمها الباحثون السابقون، وأخيرا التعرف على كيف صاغ الباحثون السابقون دراساتهم. كيف نقوم بمراجعة الأدبيات السابقة؟ سؤال مهم جدا. تحديد المراجع المناسبة مهم جدا، له references وببليوغرافي كما يقول. استخلاص وتسجيل المعلومات المناسبة وكتابة ملخص وافي للأدبيات التي راجعها الباحث. مصادر الأدبيات السابقة: الكتب والمجلات والنشرات العلمية المتخصصة، قواعد البيانات الإلكترونية بما فيها قواعد أسماء الباحثين والعلماء اللي هي ببليوغرافي وملخصات الأبحاث، وقواعد البيانات التي تنشر نصوص البحوث كاملة، تقارير الحكومة والمؤسسات الصناعية التجارية الخدمية المتصلة بالموضوع، الشبكة العنكبوتية، وأخيرا رسائل الماجستير والدكتوراه السابقة عن موضوع البحث. تسجيل المستخلصات التي حصل عليها الباحث من الأدبيات السابقة، كيف تسجل؟ يجمع الكثير من الباحثين القدامى بأن نظام التسجيل على البطاقة بسمو كارد سيستم يعد من الطرق الكفؤة والناجعة في مساعدة الباحث في توثيق البيانات وتسجيل المستخلصات ومواقعها في الأدبيات. عادة ما تقسم البطاقات إلى ثلاثة أشكال: البطاقات الصغيرة كي تسجل عليها مصادر المعلومات، والحجم الأوسط كي تسجل عليها أسماء العلماء والباحثين، والحجم الأكبر كي تسجل عليها بقية البيانات والمعلومات المستخلصات عادة مثل مستخلصات الأبحاث كما ذكرت. البطاقات الصغيرة تساعد البطاقات الصغيرة ومتوسط الحجم في توثيق المعلومات والمساعدة في كتابة الهوامش، وتساعد في تجميع قائمة بالمراجع ببليوغرافي وأسماء العلماء وعناوين أبحاثهم أو أسماء أبحاثهم من أجل توثيقها في نهاية البحث. كيف ترقم وترمز البطاقات الصغيرة ومتوسط الحجم؟ يمكن الباحث أن يرقم ويرمز البطاقات الصغيرة ومتوسط الحجم بالأرقام والحروف. على سبيل المثال يمكن كتابة الرمز B1 مقصود بطاقة رقم 1 على الحافة العليا للبطاقة، يقصد بها البطاقة الأولى للمصادر وأسماء العلماء وعناوين أبحاثهم،
أي قائمة المراجع. وهكذا باثنين باثلاثة بطاقة رقم اثنين بطاقة رقم ثلاثة وهكذا. أو اختيار الأحرف كاف مثلا كاف للكتاب وميم للمجلة الحنية. هاي أمثلة فقط يعني أنا هاي من اختيار يمكن الباحث أن يختار أي أحرف وأي رموز يرغب بها. فمثلا بختار كاف للكتاب وميم للمجلة العلمية وتاء للتقرير وميم قاف للمقال أو البحث، حيث تدون على هذا عن البطاقات تدون هذه الرموز على الحافة العليا لكل بطاقة حسب مصدر المعلومات، إما كانت كتابا أو مجلة علمية أو مقالة وهكذا. بطاقات الصغير يجب أن تدون أو تدون عفوا قائمة المراجع المتعارف عليها في المجتمع العلمي، يعني قائمة المراجع بالطريقة المتعارف عليها تكون صيغة المرجع لكتاب ما كما يأتي في العادة: اسم المؤلف، سنة صدور الكتاب أو سنة الطبعة، اسم وعنوان الكتاب، مكان النشر واسم الناشر. هنا مثال أضرب على نفسي، هنا على سبيل المثال عندي كتاب عن نظرية النمو والتنمية والسكان، فيكتب اسم العائلة بني هاني عبد الرزاق، سنة النشر 2020، اسم الكتاب أو عنوان نظرية التنمية والنمو والسكان، مكان الصدور النشر عمان أردن، دار النشر اللي هي دار وائل النشر. أما صيغة الاقتباس من مجلة علمية جورنال، فرضاً جوعني مجلة علمية، فتكون كما يأتي: اسم المؤلف، الكاتب، تاريخ البحث، عنوان البحث، الورقة، اسم المجلة، الجزء اللي هو ورقم الجزء، الصفحات. على سبيل المثال كمان هنا أضرب مثال على نفسي على ورقة علمية قدمتها قبل سنوات عديدة إلى جامعة شيكاغو: بني هاني عبد الرزاق 1996 Determinants، عنوانها Determinants of Agriculture, Labor, Wage in Jordan, A Comparative Study of Expatriates versus Local Labor, Economic Development and Cultural Change, Volume 44, Number 2, Pages 405-411. هذه يعني بحث حقيقي منشور في هذه المجلة اللي هي Economic Development and Cultural Change، وهذا الكتاب حقيقي. فهذه طريقة التوثيق على الأقل متعارف عليها بين معظم يعني أو الجزء الأكبر من المجتمع العلمي. هناك بعض الجامعات من تختار طريقة التوثيق برجع يعني هذا الجامعة أو مؤسسة البحث العلمي وهكذا. بطاقات الحجم الأكبر يدون على هذه البطاقات معلومات مفصلة ما أمكن ذلك مستخلصة من البحث أو الكتاب. من الأفضل كتابة فكرة واحدة على كل بطاقة منفردة. كيف تكتب مراجعة الأدبيات؟ هناك عدة طرق لعرض الأدبيات السابقة في البحث المزمع تنفيذه. لنفترض بأنك قرأت ورقة علمية للباحث علي البهادلي المحترم أخونا من العراق عن العوامل المؤثرة، يعني هذا اسم مصطنع بس كي أعطي المثال هنا، الباحث علي البهادلي عن العوامل المؤثرة في إنتاجية القطاع الصناعي. فيمكنك كتابة ما يأتي الآن: أولاً تكتب الحالة، هي الطريقة الأولى، يعني البهادلي سنة النشر 2021 صفحة اللي من هذا 35 هنا، يعني نذكر هنا على لسان البهادلي، أو كما قال اقترح بأن هناك عددا من العوامل التي تؤثر في إنتاجية القطاع الصناعي. هاي أول طريقة. الطريقة الثانية أو ثانيا وحسب ما قال البهادلي 2020 في بحثه عن إنتاجية القطاع الصناعي بأن هناك عددا من العوامل التي تؤثر في إنتاجية القطاع الصناعي. نكمل الآن كيف تكتب مراجعة الأدبيات تكملة أو ثالثا: في بعض النماذج عن إنتاجية القطاع الصناعي هناك عدد من العوامل المؤثرة فيها، هذا بين قوسين بين قوسين البهادي سنة 2021. أو رابعا: في بعض النماذج عن إنتاجية القطاع الصناعي هناك عدد من العوامل المؤثرة فيها، وهذا هامش واحد. هنا طبعا نضع هامش هنا البهادلي فاصل علي 2021 اللي هو سنة النشر، نموذج حول إنتاجية القطاع الصناعي، مجلة الإنتاجية الصناعي، اسم مصطنع، الجزء 10، العدد 3، صفحة 159-170. هذا نموذج. يعني عندي أربع طرق الآن كيف أقتبس وكيف أكتب مراجعة الأدبيات. نكمل ملاحظات، أنا آسف جدا هنا خطأ طبعي، ملاحظات هامة حول مراجعة الأدبيات: اقرأ الأدبيات المناسبة ذات الصلة، اذكر المصدر الأصلي الأول original، اقرأ باستيعاب،
أعطي نفسك الوقت الكافي، رتب الأدبيات حسب السنة والاسم. وأخيرا السلام عليكم. هذا إن شاء الله في المقطع الخامس سنقدم الخطوة الثالثة بإذن الله، صياغة المشكلة، كيف نصوغ المشكلة. فإلى لقاء إن شاء الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم مني تحياتي أحبة الطلبة العرب والمسلمين حيثما كنتم، من المغرب العربي وحتى البحرين وعمان واليمن والعراق وسوريا وكل بلاد العرب والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى.